السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد محاضرة من المحاضرات المهمة وهي Immunological Aspect of Allergic Disorders. المحاضرة النهاردة بتتكلم عن عموما Allergic Disorders, إيه الديفينيشنز بتاعها, إيه التايبس بتاعت الهايبرسنسيتيفيتي, وهناخد جزء مهم في آخر المحاضرة إن شاء الله اللي هي جزء الأنجيوديما علشان نعرف الديفينيشن برضو بتاعها وايه الكلينيكال بيتشر بتاعت الانجيوديما. اول حاجه الديفينيشن عندنا بتاعت الالرجيك ديس اوردرز هي نمبر اوف كونديشنز كوزد باي هايبر سنسيتيفيتي اوف ذا اميون سيستم تو تيبيكالي هارمليس سبستانس ان ذا انفايرمنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عباره عن هايبر سنسيتيفيتي من الاميون سيستم. الاميون سيستم بيدي ريسبونس اجينست الانتيجين الغريب اللي داخل الجسم, تمام. الانتيجين ده هو اساسا بيبقى تيبيكالي هارمس او نورمالي هارمس. ندي مثال بسيط على الديفينيشن علشان نفهم اكتر. اشهر مثال للالرجيك كونديشن اللي احنا نعرفها مثلا حاجه زي البرونكيال ازمه. الناس اللي عندهم برونكيال ازمه وليكن من الدست بارتكلز, خلاص الدست بارتكلز ديت لما بتدخل التراكية مثلا او بتدخل الريسبيراتوري تراكت, هي مفروض نورمالي يعني اي نورمال بيرسون مفروض ان هو مش اليرجيك ولا حاجة من الدست بارتكلز, يعني ما يعتبرش الدست انتيجينيك اصلا بالنسبة للإميون سيستم, وبالتالي هو نورمالي هو هارم للسابستانس. نورمالي في النورمال بيرسون هو هارم للسابستانس للإميون سيستم. بس في الالرجيك بيشنت بيبقى عباره او الاميون سيستم بيبقى عنده هايبر سنسيتيفيتي منه او اكسجريتد اميون ريسبونس ضد هذه البارتكلز, وبالتالي بيكون اكسجريتد اميون رياكشنز, تمام, وبيبدا يعمل الايه الاكشن بتاعه او الاكشن بتاع الالرجي او الكلينيكال بيتشر اللي بتظهر على المريض نتيجه للالرجيك او الاتوبيك بارتكل ده, تمام. فهو عباره عن اكسجريتد اميون سيستم ريسبونس تو تيبيكالي هارملس سبستانس, يعني هي السبستانس دي في الاصل بتبقى هارملس نوت هارمفول. طيب الالرجيك كونديشنز ديت يبقى احنا اتفقنا على انها اكسجريتد اميون رياكشن تو فورين بودي او فورين انتيجين داخل الجسم, بينشا عنها ان ابروبريت اميون رياكشن. ساعات بتحصل حاجه اسمها كروس انتيجينيستي, يعني الاوتو اميون انتي بودي او الاميون انتي بودي اللي متكون ضد الانتيجين ده ممكن تو رياكت اجينست البودي تيشو اتسلف, وده اللي بيكون عندنا الاوتو اميون ديس اوردرز. معنى الكلام ده ان الاوتو اميون ديس اوردرز طيب من او نوع من انواع الالرجي. ايوه بالظبط كده, هي نوع من انواع الالرجي, وعلشان كده ضفنا محاضره الالرجيك ديس اوردرز في الروماتولوجي عندنا. طيب some examples of allergic conditions زي autoimmune diseases زي allergic rhinitis, زي الناس اللي بيحصل لهم anaphylactic shock وanaphylaxis, زي الانجيوديما وهنعرفها بالضبط definitions بتاعها in details, زي drug hypersensitivity, زي food allergy, وزي حاجة اسمها muscle cytosis. زي ما عرفنا معظم الاوتوميون ديس اوردرز والالرجيك ديس اوردرز وديزيز كتير في البطن عندنا ليها جينيتك دايما فاكتورز وانفيرومنتال فاكتورز, والانتربلاي بتوين جينيتك اند انفيرومنتال فاكتورز بيلعبوا دور مهم في تكوين الديزيز. وزي ما احنا فاكرين من ايام الميكروبيولوجي لما كنا بنقسم التايبس اوف هايبر سنسيتيفيتي لفور تايبس, عندنا من اول تايب 1 لحد تايب 4, كل تايب منهم بيشتغل بميكانيزم معينه ومسؤول عن ديزيزس معينه, هي تايبس برضو من الالرجيك ديزيزس, وهنعرف ايه الامثله بتاعته. تايب 1 اللي كنا بنسميه immediate hypersensitivity او بنسميه اسم تاني اللي هو الاي جي اي mediated. كلنا عارفين الناس بتوع الالرجيك راينيتس او الناس اللي هم بتوع الكونجنكتيفيتس او اللي عنده برونكيال ازمه, تمام, او اللي عنده سام الرجي من بعض انواع الفود,
او بيحصل له ارتكاريا الريش. كل دي examples للتايب 1 hypersensitivity او اللي بنسميها immediate hypersensitivity. طيب ايه الميكانيزم بتاعها؟ دي بتشتغل عن طريق وجود immunoglobulin على الـ surface of the mucous membrane. الimmunoglobulin ده ايه طيب بتاعه؟ هو طيب immunoglobulin E. تمام كده؟ الimmunoglobulin E ده لما بيلاقي الفورين بارتكل ديت او الفورين انتيجين اللي هو الانتيجينك بالنسبة له داخل على السيل سيرفس بتاع الخلية او اللي بيتحمل على حاجة اسمها الانتيجين بريزنتينج سيل، تمام، بيتحد معاه بطريقة هنعرفها دلوقتي في الدياجرام، وبالتالي بيروح على الماست سيلز. الماست سيلز لما بتعمل كونكشن للاي جي اي بيحصل حاجه اسمها دي جرانيوليشن، يعني بتطلع الجرانيول اللي جوه الماست سيل، بتطلع الكومبوننت بتاعتها اوت اوف ذا سيل. الكومبوننت بتاعتها ديت بتبقى عباره عن حاجات اسمها هيستامين وبراديكاينين، في بعض الكيميكال فاكتورز او الكيميكال ميدياتورز او الانفلاماتوري ميدياتورز اللي احنا بنسميها، بيحصل حاجه او بيطلع حاجه اسمها ليوكوتراينز وسايتوكاينز. كل دي كيميكال ميدياتورز او انفلاماتوري ميدياتورز. يعني ايه؟ يعني الكيميكالز اللي احنا قلناها دي كلها او المواد اللي احنا قلناها دي كلها هي اللي بتعمل الاكشن او بتعمل الكلينيكال بيكتشر بتاع الالرجيك كونديشن. تمام، واشهرها طبعا الهيستامين والبراديكاينين اللي هما بيعملوا فازو دايلاتيشن، فبالتالي بتلاقي في فلاشينج اوف ذا فيس، وبيعملوا كمان انكريز ذا كابيلاري برميابيليتي، فبالتالي بيحصل اديما، بيعملوا سموث ماسل سبازم، وبالتالي بيحصل برونكو كونستريكشن للناس دي. تمام، وبتلاقي في نسبه ايزينوفيلز عاليه لان هما بالكيميكال او الانفلاماتوري ميدياتورز ديت بيجيبوا كميه كبيره من الايزينوفيلز في التيشو اللي هو فيه انفلاميشن. طيب نشوف الدياجرام ده مع بعض هيوضح لنا اكتر الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي عن الاكيوت ريسبونس او الاميديت هايبر سنسيتيفيتي. زي ما قلنا البارتكلز اللي هي لونها جرين ديت دي الانتيجين، وليكن مثلا الدست، البرفيومز، الناس اللي هم الانافلكتيك شوك للنتيجه الفينم او نتيجه الانسكت مثلا بايت، اي انتيجين داخل الجسم بيتحمل على حاجه اسمها انتيجين بريزنتينج سيل. الانتيجين بريزنتينج سيل دي بتعمل ايه؟ بتاخده تشيله على السيرفس بتاعها وتوديه للتي لمفوسايتس والبي لمفوسايتس اللي بدورها بتكون البلازما سيل. حاجه زي البي لمفوسايتس هي اللي بتكون البلازما سيلز. البلازما سيلز دي اللي بتطلع لنا الاي جي اي. الاي جي اي ده بيبقى سبيسيفيك لهذا الانتيجين. تمام، طيب الاي جي اي بدوره بيروح يعمل ديجرانيوليشن للماست سيل وبيطلع الكيميكال ميدياتورز اللي احنا قلنا عليها او الانفلاماتوري ميدياتورز. طيب الانفلاماتوري ميدياتورز دي يا جماعه هتعمل ايه؟ هتعمل الاكشن اللي احنا شايفينه ده عندنا فوق في السلايد، بتزود الميكوزال سيكريشن، وده مثلا اللي يفسر لك ليه عيان البرونكيال ازمه بيزيد قوي السبيوتوم معاه والبرونكو كونستريكشن او السيمتومز بتيجي منين، وده نتيجه الانفلاماتوري ميدياتورز اللي بتطلع من الماست سيل وهي اللي بتعمل هذا الاكشن. على الناحيه الثانيه عندنا على اليمين كده في النيرف سيل بيعمل فيها بين واتشنج، وده برضو بيفسر ليه الارتكاريا الريشز مثلا بتبقى سيفير، فيها سيفير اتشنج. تمام، وبيبقى فيها زي بيرنينج سنسيشن، وفي نفس الوقت النيرف الاريتيشن بتاع النيرف سيل ده بيعمل برونكو كونستريكشن، وده اللي بيدينا مثلا الويز اللي بيبقى عند البيشنت بتوع الانافلاكسز وبتوع البرونكيال ازمة والالرجيك بيشنت. تمام، عندنا تحت في الصورة كده ان هو كمان بيعمل اكشن الفازو دايلاتيشن، وان هو بيزود الكابيلاري برميابيليتي، فبالتالي بيعمل فلاشينج وبيعمل اديما وبيزود كمان الايزينوفيلز اللي موجوده في الفيلد بتاع الانفلاميشن. طيب احنا عندنا ديفينيشن مهم لازم نكون عارفينه اللي هو
ايه الفرق بين الاتوبي والالرجي؟ احنا دايما كنا بنسمع كلمة اتوبي وبنعرفها على انها كلمة يعني حساسية. طيب هل اي نوع من انواع الحساسية بنسميه اتوبي؟ لا، احنا بنطلق كلمة اتوبي على التايب 1 هايبرسنسيتيفيتي اللي احنا قلناه دلوقتي، او الاي جي اي ميدييتد اميون ريسبونس. تعالوا نقرا الديفينيشن كده. ان اكسجيريتد اي جي اي ميدييتد اميون ريسبونس، يعني all atopic disorders are type 1 hypersensitivity disorder. وعلشان كده يبقى عرفنا ان كلمة atopy مرتبطة بالtype 1 او immediate hypersensitivity وليس الانواع الاخرى من الallergy او الhypersensitivity. طيب كلمة allergy بالعكس بقى هي كلمة عامة بتشمل exaggerated immune response to any foreign antigen، تمام، regardless of mechanism. يعني معنى كده ان كلمة allergy هي كلمة عامة اكتر بتطلق على جميع انواع الallergic disorder او الhypersensitivity disorder. بنستنتج من كده ان الاتوبي هي جزء من الallergy وليس العكس. طيب تعالوا ننتقل بعد كده للtype 2 hypersensitivity واللي بنسميها antibody dependent cytotoxic hypersensitivity. احنا بنسميها هنا antibody dependent ليه؟ علشان هي بتعتمد على الdirect contact ما بين الانتيجين والانتيبودي. الانتيجين مجرد ما بيدخل، هندي أمثلة عليها دلوقتي، الانتيجين مجرد ما بيتحد مع الانتيبودي بتاعه على السيل سيرفس او على سطح الخلية بينشأ عنه، يعني ده تفاعل مباشر ما بين الانتيجين والانتيبودي بتاعه، تمام كده. بيعمل ايه؟ بيعمل دايركت اكتيفيشن للانفلاماتوري سيلز اللي احنا عارفينها كلنا، اللي هي ايه؟ اللي هي زي الناتشرال كيلر سيل، زي الايزينوفيل، زي الماكروفاجس، تمام. الانفلاماتوري سيلز ديت بتعمل انفلاميشن في مكان وجود الانتيجين والانتيبودي رياكشن، تمام كده. عندنا شوية امثلة للتايب 2 اللي بيحصل فيها تايب 2. هتلاقوا بيحصل مثلا في الهايبر اكيوت جرافت ريجكشن لاي اورجان ترانسبلانت، اللي يكون مثلا كيدني ترانسبلانت، في انواع من او بومارو ترانسبلانتيشن، بيبقى مثلا في عندنا انواع منها الهايبر اكيوت جرافت ريجكشن، وده الطيب بتاعه بيبقى تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. الانتيجين عندنا اللي هو الجسم الغريب او الاورجان ترانسبلانت، تمام، والانتيبودي اللي هو في الجسم نفسه اللي مكونه ضد هذا الأورجان. نوع تاني من انواع او مثال تاني اللي هو الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، اللي هي بيبقى فيها الكومبس تيست بوزيتيف. نوع تاني من انواع الثايرويدايتس اللي هو الهاشيموتو ثايرويدايتس. كل دي امثله للتايب 2 هايبر سنسيتيفيتي. وتعالوا نشوف الدياجرام كده اللي عندنا. السيل اللي احنا شايفينها في النص دي اللي عليها السيرفيس انتجين، اي خلية في جسمنا بيبقى عليها سيل سيرفيس انتجين، تمام، الانتجين بتاع الخلية نفسها، وده اللي بيدي التعريف للخلية. جيل انتيبودي مسك فيه الانتجين بتاعه، والكومباينيشن ما بين الانتجين والانتيبودي اتسلف هيعمل دايركت اكتيفيشن او هيجيب الماكروفاجس والناتشرال كيلر سيلز والايزينوفيلز والنيتروفيلز، كل دي انفلاماتوري سيلز ات ذا سايت اوف انفلاميشن، ويعمل لنا الساينز اوف انفلاميشن. طيب تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي، تعالوا بقى نشوف هي هتفرق في ايه عن التايب 2. بنسميها immune complex disease. كلمة immune complex يعني معنى كده ان احنا عندنا ترياد. الترياد ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانتيجين مع الانتيبودي مع الكومبلمنت، وده اللي هيفرقوا عن التايب 2. تعالوا كده نشوف. بيقول ان response to circulating antigen antibody immune complex deposited in vessels or tissues. الكومبلكس ده او الاتاتشمنت بتاع الانتيجين والانتيبودي بيعمل كمان اكتيفيشن معاه للكومبلمنت سيستم، تمام، والكومبلكس ده بيحصل له بريسبتيشن على البودي تيشوز ايا كان هو، يعني according to the disease، تمام.
وده احسن مثال لكل حالات او معظم حالات الروماتولوجي بقى عندنا اللي هي الاوتو اميون ديس اوردرز. لان معظم حالات الاوتو اميون ديس اوردرز اما كانش كلها بتعمل اكتيفيشن لانواع من الكومبلمنت، واشهرها طبعا السيستميك لوبس اريثروماتوزس اللي احنا عرفنا فيه ان هو بيعمل كونسومشن لمثلا الكومبلمنت 3 والكومبلمنت 4. زي روماتويد ارثرايتس برضو ممكن يحصل، السيروم سيكنس بيحصل فيها، الفاسكولايتس، الكرايجلوبلينيميا، الهايبر سنسيتيفيتي، نيومونايتس، كلمه نيومونايتس اللي هي الانفلاميشن اوف لانج تيشوز، ولكن يعني ليست نيومونيا، ليست مايكروبيال، ولكن ستيرايل انفلاميشن. تمام كده، نتيجه ل برضو ممكن يكون اوتو اميون ميكانيزم. الترايات ده لما بيبقى بريسيبتيد على التيشوز زي ما احنا شايفين في الدياجرام كده، عندنا سوليبل انتيجين وعندنا اميونوجلوبولين ان ذا فورم اوف اني اميونوجلوبولين، وغالبا بتبقى الاميونوجلوبولينز اللي مع الاوتو اميون ديزيز، ممكن تبقى اي جي ام، ممكن تبقى اي جي اي، ممكن تبقى اي جي جي او اي جي ام، او بعض الانواع بيبقى اي جي اي. تمام، زي الاي جي اي نيفروباثي بيتحد مع الاميون كومبلكس، والاميون كومبلكس ده او بيتحد مع الكومبلمنت وبيحصل له بريسيبتيشن على البودي تيشوز. على حسب هيعمل المانيفستيشن بقى بتاعتنا على حسب السايت بتاع الافكشن، يعني لو هو مثلا بريسيبتيتد على السينوفيال ميمبرين هيعمل لنا ارثرايتس، لو هو بريسيبتيتد على الكيدني جلوميرولاي هيعمل لنا نيفرايتس، لو هو بريسيبتيتد على جدار الالفيولوس اوف ذا لانج هيعمل لنا نيومونايتس، وهكذا. وبعد شايفين الصوره بعد على النص الشمال، كان الاندوثيليوم مثلا يعني سموس ونورمال والدنيا تمام، وبعد ما حصل كومبلمنت او اميون كومبلكس بريسيبتيشن عمل ايه؟ حصل انفلاميشن وبقى فيه سويلينج وبقى فيه الريجولار اندوثيليال سيلز، وبدات الانفلاماتوري سيلز تيجي تتجمع في مكان الانفلاميشن. تمام، وده زي ما قلنا اكبر مثال عليه اللي هو الاوتو اميون ديس اوردرز. ننتقل لرابع طيب من انواع الهايبر سنسيتيفيتي، وهو الديليد هايبر سنسيتيفيتي. الديليد هايبر سنسيتيفيتي كل بتبقى بنسميها تي سيل ميدييتد، ومن اسمها نقدر نعرف الميكانيزم بتاعها. المسؤول عن هذا النوع من الهايبر سنسيتيفيتي هو التي لينفوسايتس. التي لينفوسايتس بيبدا يحصل لها سنسيتايزيشن للسبيسيفيك انتيجين افتر كونتاكت ويز ذس انتيجين، وبعدين بس ما بتعملش يعني السيمتومز بتاعه الالرجي من اول مره الكونتاكت للسبيسيفيك انتيجين ده. هي بتبقى اكتيفيتد امتى؟ باي ري اكسبوجر، يعني تاني مره او تالت مره او من كذا مره اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين بتبدا تعمل دايركت دامج للايه السيلز اللي عليها الانتيجين ده، او دايركت دامج لهذا التيشوز اللي هو حامل للانتيجين عن طريق الريليز اوف سايتوكاينز والاكتيفيشن للزينوفيلز والمونوسايتس والماكروفاجس، ويعني ايه الانفلاماتوري سيلز اللي احنا ذكرناها قبل كده. طيب احسن امثله على التايب ديليد تايب اوف هايبر سنسيتيفيتي اللي هي حاجه زي الكونتاكت درماتايتس او الدراج هايبر سنسيتيفيتي، ودي امثله بنشوفها كتير. بنسمع مثلا عن ناس كانت بتاخد دراج وليكن بنسلين او وليكن نوع معين من انواع الانتي بايوتكس او نون استرويدال انتي انفلاماتوري، اول مره ما كانش بيحصل فيه مشكله، تاني مره ممكن ما يحصلش مشكله، من كذا مره ما يحصلش فيه مشكله، مره من المرات اللي هو بياخده فيها بيحصل زي انفلاكسز او بيحصل symptoms of hypersensitivity. تمام، طب ايه بيبقى تفسير الكونديشن ده؟ هو delayed hypersensitivity الميكانيزم بتاعته عن طريق التي لينفوسايتس زي ما قلنا by re-exposure to the same antigen. المثال التاني اللي هو الكونتاكت درماتيتس،
الكونتاكت درماتيتس يا جماعه مثلا نتيجه الكونتاكت اوف ذا سكن او دايركت كونتاكت اوف ذا سكن تو انتيجينيك بارتيكلز. زي ايه؟ زي الناس اللي هم بيبقى عندهم مثلا حساسيه من اللي هي الميتاليك اكسسوارز، زي الناس اللي عندهم حساسيه بيشتغلوا مثلا في معامل فيها كيميكالز او صبغات، بيبدا يحصل لهم كونتاكت درماتيتس في السكن من تكرار الاكسبوجر لهذا الكيميكال. ممكن في الاول ما يحصلش انفلاميشن في السكن، بعد كده يبدا يحصل انفلاميشن، وهذا يفسر الديليد هايبر سنسيتيفيتي ميكانيزم. تمام. طيب دي سلايد تانية يعني مجمعة كده علشان بقى في الاخر ما ننساش الفور تايبس اوف هايبر سنسيتيفيتي. عندنا تايب 1 اللي كنا بنسميها بيحصل فيها اتوبيك او بنسميها اتوبيك او بيحصل فيها اتوبي او بيحصل فيها انفلاكسز او اليرجيك. تمام. تايب 2 اللي كنا بنسميها انتي بودي ميدييتد. تايب 3 اللي كنا بنسميها اميون كومبلكس او بنسميها يعني اميون كومبلكس ميدييتد، اللي هي اتفقنا ان بيبقى فيها كومبلمنت اكتيفيشن، وقلنا احسن مثال ليها الروماتولوجيكال ديزيز او الاوتو اميون ديس اوردرز. والتايب 4 ديليد هايبر سينسيتيفيتي سايتوز. زي ما عرفنا معظم الاوتو اميون ديس اوردرز والالرجيك ديس اوردرز وديزيز كتير في البطن عندنا ليها جينيتك دايما فاكتورز وانفيرومنتال فاكتورز، والانتربلاي بتوين جينيتك اند انفيرومنتال فاكتورز بيلعبوا دور مهم في تكوين ال دي. تاني كلينيكال بيكتشر، ناس اللي عندهم فود اليرجي، يعني في ناس اليرجيك من انواع بعض انواع الفودز، بيحصل معاها ابدومينال بين، بلوتينج، فوميتينج، معاها ممكن تبقى ايتش سكن او ارتكاريا، شويه ارتكاريا او ممكن لا خلاص، او ممكن تيجي في صوره ريسبيراتوري سيمتومز، في صوره برونكوسبازم، في صوره راينايتس، حاجات زي كده. بعض الناس ممكن يحصل لها سم اليرجي او ارتكاريا الويلز من بعض الانسكت ستينج، حتى قرص النحل، قرص الضبابير، قرص الناموس، حتى في ناس بتبقى شويه اليرجي منه. تمام. وفي بعض الاحيان او الانتي بايوتكس او في بعض الاحيان بتوصل لدرجه الانافلاكسيس، يعني بيبقى فيه كمان افكشن مش للريسبيراتوري سيستم بس ولا الدايجستيف سيستم بس، ده بيبقى فيه ريسبيراتوري كارديوفاسكولار افكشن، يعني بيبقى سيركيولاتوري شوك نتيجه للاكستنسيف فازو دايليتيشن اللي بيحصل في الكونديشن ده. بعد كده في يعني رير انها طبعا توصل للكوما اند ديس، بس طبعا هنقول الامرجنسي تريتمنت انتد على التيشوز. زي ما احنا شايفين في الدياجرام كده عندنا سوليبل انتيجين وعندنا اميونوجلوبولين ان ذا فورم اوف اني اميونوجلوبولين، وغالبا بتبقى الاميونوجلوبولينز اللي مع الاوتو اميون ديزيز، ممكن تبقى اي جي ام، ممكن تبقى اي جي اي، ممكن تبقى اي جي جي او اي جي ام، او بعض الانواع بيبقى اي جي اي. تمام. زي الاي جي اي نيفروباثي بيتحد مع الاميون كومبلكس، والاميون كومبلكس ده او بيتحد مع الكومبلمنت وبيحصل له بريسبتيشن على البودي تيشوز. على حسب هيعمل المانيفستيشن بقى بتاعتنا على حسب السايت بتاع الافكشن، يعني لو هو مثلا بريسبتيتد على الساينوفيال ميمبرين هيعمل لنا ارثرايتس، لو هو بريسبتيتد على الكيدني جلوميرولاي هيعمل لنا نيفرايتس، لو هو بريسبتيتد على جدار الالفيولوس اوف ذا لانج هيعمل لنا نيومونايتس، وهكذا. وبعد شايفين الصوره بعد على النص الشمال كان الاندوثيليوم مثلا يعني سموث ونورمال والدنيا تمام، وبعد ما حصل كومبلمنت او اميون كومبلكس بريسبتيشن
عمل دي صورة الانجيوديما بالكلينيكال بيكتشر بتاعتها. هيبقى عندنا swelling في around the eyes والايليدز، هيبقى في swelling of the lips تمام، وهيبقى في طبعا facial edema ممكن تبقى associated with itchy and raised rashes زي الارتكاريال rashes، ممكن يبقى في swelling على الجينيتاليا، ممكن يبقى فيه في الهاند والفيت وجنراليزد إديما أوف ذا بودي. عندنا أنواع من الأنجيو إديما. أول حاجة اسمها كاينين ميديتد أنجيو إديما، دي بيبقى فيه increased level of bradykinin تمام، مش معروف سببها قوي، ولكن بيبقى فيه طبعا increased capillary permeability، وبتدينا نفس كلهم بيدوا نفس البيكتشر اوف انجيو اديما اللي احنا شفناها دلوقتي، ولكن باختلاف الاسباب ممكن نبدا نعرفها من الهيستوري اوف ذا بيشنت. اللي عندنا حاجه اسمها هيريديتري انجيو اديما، وبما ان احنا بنقول هيريديتري يبقى البيشنت ده غالبا بيبقى في التشايلد هود مش في الادلت، او بتبتدي من التشايلد هود. الفاميلي هيستوري بيبقى يعني غالبا بيبقى فاميلي هيستوري بنسبة 75% بوزيتيف ان عنده حد في العيلة بيتعالج من او بيشتكي من برضو وبيحصل له انجيو اديما تمام. دي يعني هو ساعات الانجيو اديما بيبقى فيها ارتكاريا او ارتكاريال ريش، وساعات بتيجي الاديما من غير ارتكاريال ريش. عندنا حاجة اسمها الأكوايرد أنجيو إديما، واللي يفرق ما بين الأكوايرد والهيرديتري الإيج إن دي غالبا بتبقى فوق الأربعين سنة، وبتبقى أسوشيتد وز أندرلاينج كونديشن زي مثلا الليمفو بروليفريتيف ديس أوردرز زي حالات الليمفوما، زي حالات المالتيبل مايلوما تمام، أو بعض الأوتو إميون ديس أوردرز. في عندنا طيب تالت من انواع الانجيوديما، وهو دراج انديوزد انجيوديما. وانا باخد هيستوري للبيشنت مفروض ان انا اول حاجة زي ما قلنا بناخد الفاميلي هيستوري، بعد كده هاخد الهيستوري اوف اني دراج او اني ديسيز. زي ما قلنا ديسيز ممكن يبقى الاكوايرد انجيوديما بتيجي مع بعض الديسيز، هنقول ان في حاجة اسمها دراج انديوزد انجيوديما بتيجي مع بعض البيشنت اللي بياخدوا ACE inhibitors مثلا، او بعض النونستيرويدال انتي انفلاماتوري تمام. في عندنا اخر نوع، وهو النوع اللي هو الايديوباثيك نون هيستامينيك انجيوديما، اللي هو بيبقى مفيش هيستوري، لا فاميلي هيستوري ولا دراج هيستوري، هو غالبا بيبقى دايجنوزد باي اكسكلوجن اوف اذر كوزز. طيب هنشوف بقى الانفستيجيشن، ايه الانفستيجيشن اللي نعملها لحالة انجيو اديما او اني allergic disorder زي ارتكاريا، زي مثلا اي طيب من اللي احنا خدناه فود allergy الحاجات دي. هنلاقي ايه في البيشنت دول، في حاجات اسمها non-specific test. non-specific test يعني معنى كده ان هي مش specific لحاجة معينة، لا اوتو اميون ديس اوردر ولا انجيو اديما باي نيم ولا ارتكاريا راش ولا فود اليرجي باي نيم. هنلاقي في كل دول متجمع نفس الحاجات اللي هي ايه. لو عملت كومبليت بلاد كاونت للبيشنت ده هلاقي فيه ايزينوفيل انكريزد نمبر اوف ايزينوفيلز عن النورمال، وده ممكن يحصل في انواع كتير من الالرجي زي دراج هايبر سنسيتيفيتي زي الاوتو اميون ديس اوردرز، ممكن تحصل كمان في بعض انواع الكانسر، وممكن تحصل في البارازيتيك انفيكشنز. تاني حاجه بيبقى فيه كونجنكتيفال او نيزل سكريشن تمام. بنشوف فيه نسبه الليكوسايتس او نسبه الانزينوفيل، وده برضو حاجه نون سبيسيفيك. تالت حاجة ان احنا بنشوف السيروم ليفلز بتاعت الاي جي اي، وده برضو نون سبيسيفيك لان هو ممكن في حالات البارازيتيك انفكشن نفس اللي احنا قلناه بتاع الايزينوفيليا، ده برضو ممكن تلاقي في بعض حالات الكانسر، في بعض حالات الاوتو اميون ديس اوردرز، البارازيتيك انفكشنز، كل دي ممكن تلاقي فيها الليفيتد سيروم اي جي اي للفريا دي. تاني كلينيكال بيكتشر ناس اللي عندهم فود اليرجي، يعني في ناس اليرجيك من انواع بعض انواع الفودز
بيحصل معاها ابدومينال بين بلوتينج فوميتينج معاها ممكن تبقى ايتش سكن او ارتكاريا شويه ارتكاريا او ممكن لا خلاص او ممكن تيجي في صوره ريسبيراتوري سيمتومز في صوره برونكوسبازم في صوره راينايتس حاجه زي كده. بعض الناس ممكن يحصل لها سم اليرجي او ارتكاريا الويلز من بعض الانسكت ستينج حتى قرص النحل قرص الضبابير قرص الناموس حتى في ناس بتبقى شويه اليرجي منه تمام. وفي بعض الاحيان او الانتي بايوتكس او في بعض الاحيان بتوصل لدرجه الانافلاكسيس يعني بيبقى فيه كمان افكشن مش للريسبيراتوري سيستم بس ولا الدايجستيف سيستم بس ده بيبقى فيه ريسبيراتوري كارديوفاسكولار افكشن يعني بيبقى سيركيولاتوري شوك نتيجه للاكستنسيف فازو دايليتيشن اللي بيحصل في الكونديشن ده. بعد كده في يعني رير انها طبعا توصل للكوما اند ديس بس طبعا هنقول الامرجنسي تريتمنت طيب ننتقل لاخر جزء وهو جزء التريتمنت. اول حاجه عندنا واهم حاجه زي ما قلنا الامرجنسي تريتمنت وهناخدها ان ديتيلز كمان شويه. لو عندك عيان انافلاكسس لازم تبعته الامرجنسي روم او مستشفى الطوارئ على طول وبنعمل له فيرست ايد او حاجات معينه هنقول عليها دلوقتي. تاني حاجه واهم حاجه برضو ان احنا نبعد عن الالرجيك تريجرز يعني مثلا واحد عنده حساسيه من بعض الكيميكالز او كونتاكت ديرماتيتس يبقى يبعد عنها بقدر الامكان. انا عندي حساسيه من الدست يبقى ابعد عن الاماكن اللي فيها دست بقدر الامكان وهكذا. كل واحد يبعد عن الالرجيك تريجر اللي بيعمل له المشكله. تالت حاجة الـ H1 blockers ليها رول الماست سيل استابلايزر زي مواد كده بتعمل استابلايزيشن لسطح الخلية بتاع الماست سيل فبالتالي ما بتخليهاش تعمل دي جرانيوليشن بسهولة وبالتالي بتقلل السيمتومز اوف اليرجي. في كمان عندنا بنستخدم الكورتيكوستيرويد لانها طبعا انتي انفلاماتوري وبنستخدمها بعض انواع الانتي هيستامينك زي الليكوتراين انهيبيتور. الليكوتراين ده لو افتكرنا ان احنا كنا بنقول ان هو بعض او واحد من الكيميكال او الانفلاماتوري ميدياتورز اللي بتطلع من الماست سيل وبالتالي احنا لما نديه حاجه اسمها ليكوتراين انهيبيتور هنخفف الاعراض بتاعه الالرجي. بعد كده حاجه اسمها اميونوثيرابي او ديسنسيتايزيشن نفس فكره السكين بريك تيست اللي قلناها دلوقتي ولكن انا بعمل جراديوال انجكشن اوف فيري سمول اماونت او تيني اماونت اوف ذا سبيسيفيك انتيجين. بنزود الانجكشن مره عن الثانيه كل مره بنزود شويه لحد ما يحصل كومبليت بلوك او كومبليت بلوكينج ل الانتي بوديز اللي موجوده عند البيشنت ده وبالتالي ما بيبقاش فيه انتي بودي علشان تعمل الرياكشن او تظهر الرياكشن بتاع الماست سيل وبتاع الالرجي. تمام كده. طيب سم اكزامبلز اوف الرجيك كونديشنز زي الاوتو اميون ديزيزز زي الالرجيك راينايتس زي الناس اللي بيحصل لهم انافلاكتيك شوك وانافلاكسز زي الانجيوديما وهنعرفها بالظبط الديفينيشنز بتاعها ان ديتيلز زي دروج هايبر سنسيتيفيتي زي الفود الرجي وزي حاجه اسمها الماست
في حالات الالرجي وخصوصا الانجيو ديم. طبعا بعد كده خلاص ال H1 blockers as antihistaminic. وفي الانتيهستامينك عندنا بيبقى في حاجة اسمها سيديتينج، يعني بتعمل سيديشن شوية، وبنقول العينين علشان كده اللي مضطر ان هو يشتغل على مكان، اللي مضطر ان هو شغله بيبقى فيه مثلا بيضطر ان هو يسوق عربية او كده، ان هو يستحسن يستخدم النون سيديتينج انتيهستامينكس وليس السيديتينج انتيهستامينكس. تمام، محاضرتنا كده خلصت، واتمنى تكون يعني عملنا في الفيلم دي كل النقط اللي انتوا عايزين تفهموها، واحنا تحت امركم ان شاء الله في اي اسئله نتواصل معاكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. عندنا انواع من الانجيو اديما. اول حاجه اسمها كاينين ميديتد انجيو اديما،